يا بابا الطريق طويل قوي، واحنا لسه في مصر ولا خرجنا برا مصر؟ يا ابني ما تقلقش ما تقلقش، احنا رايحين لابن بنت عم خال ابويا حسيب المنزلاوي. هو ساكن في المنصوره، ده راجل ريفي وجميل، وبيته يا سلام بيته فيه كل الخير. يعني يا رمضان انت متاكد يعني ان احنا هنلاقيه موجود؟ انت كلمته؟ لا 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 ما تقلقيش خالص، ده بالذات في رمضان بيته مفتوح للناس كلها. يا ده احنا يا ما فطرنا عنده كل عزومه والتانية ان احمل قبلها بط ووز وحمام ولا الحلو، يا سلام كنافه بيتي ايه عجب. وبعدين انا مش عايزك تقلقي خالص، احنا على صله ببعض عن طريق الفيسبوك، ده ما فيش حاجه انا اكتبها او هو يكتبها الا ونعمل لايك لبعض. اوعدكوا هتنبسطوا قوي. يو لايك الاكل ان شاء الله. بتعملوا لايك؟ لا انا كده اطمن. الغشيم اللي بيرزع كده على الباب، ما تهمدوا يا جماعه شويه. ايه ده ايه ده فيه ايه بس؟ هدي اعصابك. اهلا وسهلا. هدي اعصابك. ايه الخيلك دي؟ خيلك ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا اخت. ايه ده انت متنيه كده ليه؟ ايه 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 ده؟ انتوا مين؟ ما تعرفش؟ معلش معلش معلش، انا حاطه الفرحه على النار. اخلصوا يا فندم. مساء الخير الاول، ردوا السلام. ردوا السلام. والله ولا مسا ولا كلمه كويسه، ولو ما انجزتوش دلوقتي هكفل الباب في وشكم. استني بس على النبي. وانا ممكن بس يا حبيبي هش كده عند امك. يلا ايه ده ايه ده؟ هو فين؟ معلش مش عارفانا مش عارفانا. اصبري. بقولك ايه بقولك ايه يا حاجة. انا مش حجة. بقولك ايه والله نفسي بس انا مش حجة. طيب بقولك ايه يا ستنا. انت جيت ست هنا يا جماعة انتم مين؟ طب بقولك ايه يا انسة. انا والله العظيم ما طيبة. انسة ايه دي عندها 70 سنة؟ انا عندي 70 سنة. طب والله معلش انا عارف الموضوع السن ده. سيبي ايدي كده. سيبي ايدي كده. اضربه بيه. لا 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 سيبي ايدي كده. اضربه بيه. يا انت والله انت مضايقني. انت الوحيد اللي مضايقني. استني لما تعرفي احنا مين بس. هتشيلينا شيل والله. هشيلكم شيل. ايوه انا شايله والله ومكفيه كل حاجه يا ست. احنا قرايب. احنا قرايب والله. هو مش ده بيت الحاج حسيب المنزلاوي؟ حسيب المنزلاوي ايوه. ده الله يرحمه من 7 سنين يا جماعه. انت اتاخرت شويه. مش انت امبارح لسه عامل له لايك يا بابا؟ ايوه انا على تواصل مع الفيسبوك. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول. الفتحه الفتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه انتوا جايين لنا؟ انا جاي يا جماعه. بقى انا والله بص جوزي اللي هو في السعوديه هو اللي ماسك ايه الفيس بتاع جدي حسيب. هتكتروا بقى معايا ولا اقفل الباب في وشكم ولا اعمل ايه؟ خلاص خلاص احنا اسفين. يا خبر ابيض يا خبر ابيض. بقى حسيب المنزلاوي انا اللي مش حسيبك النهارده يا رمضان. طب يا طنط انا صايم. بالنسبه للفرخه اللي على النار هش بقى يا حبيبي بقى هش بقى. انا مش عايزكم تزعلوا ولا تيأسوا ولا تتصدموا، دي مشكلة أبديت مش أكتر. إحنا لازم كلنا ناخذ العبرة والموعظة من اللي حصل النهاردة. لازم كلنا نعمل أبديت للفيسبوك عندنا. موضوع حسيب المنزلاوي ده مش لازم يتكرر أبدا. أنا بس عايز أعرف اللي اسمه حسيب المنزلاوي ده إيه كنيته في الدنيا عشان يبقى حد مسك له الصفحة بتاعته بعد ما يموت. يمكن بلوجر يا مامي. في شهر رمضان الجميل الكريم مش لازم حد بعيد عننا أو يعني لو عايش في محافظة تانية مثلا إننا ننساه بإن إحنا ما نعيدش عليه، ننساه إن إحنا ما نحاولش نوده ولا نسأل عليه ولا نشوف أخباره. بقولكوا إيه، بلاش حجج بمشاغل الحياة، لأن أضعف الإيمان إننا نسأل على بعض ولو بمكالمة تليفون. ومفيش أحسن ولا أجمل ولا أرحم من شهر رمضان علشان نود بعض ونسأل على بعض بجد. كمان لازم ناخد بالنا يا جماعة كلنا من حاجة، من كبار السن واحتياجاتهم، وخصوصا اللي عايشين لوحدهم. وأنا لما بقول احتياجاتهم هنا ما بتكلمش على الأكل والشرب بس، لا أنا بتكلم وقصدي الأهم عن الاحتياجات المعنوية، إن إحنا نسأل على الناس الكبيرة اللي عمرهم كله كان في خدمة ولادهم وخدمة أحفادهم. كمان لازم نخلي بالنا ان التكافل الاجتماعي يكون في الدايرة القريبة مننا، ونوسع الدايرة دي شوية بشوية. انا مش ضد التبرعات ولا ضد ان الناس تتبرع للمنشآت والمؤسسات القوية اللي بتقدم خدمات جليلة وعظيمة فعلا للمجتمع، لكن برضو لازم نخلي بالنا ان كل واحد فينا في دايرته الصغيرة لو دور واجتهد هيلاقي حواليه ناس محتاجة، ومش لازم يكونوا هم بيطلبوا مننا المعونة ولا الدعم. في الآخر قصدي إن أنا أقول إن صلة الرحم الحقيقية
عمرها ما كانت فيسبوك ولا تواصل اجتماعي. صلة الرحم دي هدية كبيرة قوي قوي من ربنا سبحانه وتعالى بيدهلنا علشان احنا اللي نكسب ثواب، وبالتالي لازم لما نفكر في صلة الرحم نفكر فيه بالأصول وبجد.